اخبار اليوم. اقول لحضرتك على حاجه، احنا في الفتره السنه دي بدات اركز جدا على التسويق التكنولوجي في 4 براءات، منهم 2 اتطبقوا بالفعل. براءه كانت موجوده من الثمانينات وحبيسه الادراج على نظام ادفاء ذاتي للحريق، وتم تصنيعها وصرفت عليها مع الشركة العربية، مع شركة بنها للإلكترونيات، والجهاز ده موجود وبقى بيباع، والمخترع يعني حصل على مبلغ كويس من مقابل تسويق البراءة دي. جهاز تاني، جهاز مراقبة المريض في غرف العناية المركزة، كانت براءة اختراع وتم تسويقها، وخدت ترخيص من الاتحاد الاوروبي CE مارك، كانها صنعت، يعني الجهاز بيطلع عليه كده CE مارك، عارفه لما تشتري اي جهاز مستورد بتلاقي فيه CE مارك ورقم كده، خد من الاتحاد الاوروبي. في براءتين تانيين ان شاء الله، واحده يعني تم تسويقها بالفعل برضو في مجال برضو انذار وحاجات زي كده الكترونيكس، واحدة تانية يا رب إن شاء الله بنطبقها مع إحدى شركات الأسمنت، عايزين يطبقوها على أرض الواقع الأول يتأكدوا، شركة من الشركات اللي بيسموها إيه القابضة، اللي هي تابعة لقطاع الأعمال، يعني بتوفر حوالي من 10-15% في الوقود المستخدم في صناعة الأسمنت. إذا لو في حاجة لها مردود اقتصادي قوي ومؤكد إحنا بنسعى، وانا كرئيس اكاديمية رحت مرتين لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة وقعدت معاه، قال لي عايز اجربها على خط انتاج عندي واشوف بعناية والمهندسين بتوعي يعملوا. قلت له ماشي، ندعم، هندعم. يعني انا اقول لك احنا ده على الاقل، يعني انا يعني عايزين ننجح، يعني مش من مصلحتي ان تبقى في حاجة هنا كويسة وتخدم الاقتصاد واقصر في تطبيقها وتنفيذها، ده انا ابقى خاين، يعني يبقى اقل وصف يتم وصفي بيه ان انا ابقى خاين. يعني اذا كنت انا تحت ايدي ابتكار او اختراع هيوفر طاقه والبلد بتعاني من مشكله نقص طاقه، او هيعمل تحليه ميه والبلد بتعاني من ندره المياه، او هيحسن انتاج الغذاء والبلد فيها فجوه غذائيه، وانا اهمله او اتجاهله او اركنه، يبقى انا اقل وصف ان انا اوصف بيه ان انا خاين، مفروض حاكم. بس ده مش حقيقي، لان اكيد اي حاجه لها قيمه ولها مردود اقتصادي انا هسعى بنفسي كرئيس اكاديمي، رغم انه مش دوري. انا دوري بالقانون ان انا افحص واطلع جريده رسميه للبراءات، عارف زي الجريده اللي بتصدر فيها القوانين والاحكام كده، كده يبقى انا عملت اللي عليا. بس انا عمري ما بعمل كده. انا حضرتك